المقاتل العراقي عيسى سالم. هاي أول مرة نشوف مقاتل مع منظمة محاربي الإمارات. آخر مرة شفناه خسر داخل المنظمة، ذهب إلى منظمة أخرى وفاز. بطل طبعا آخر مرة قاتل محمد الأقرع وخسر يمكن من أول جولة. أعتقد طبعا محمد الأقرع المقاتلين الكويتيين المعروفين يدرب فريق IKL، عنده مقدرة حتى قوة جسمانية تختلف عن بقية المقاتلين. عيسى سالم بطل حزامين عنده في ICFC اللي هي Iraqi Cage Fight Championships، عنده حزامين فيها، وأيضا قاتل مؤخرا أخذ split decision قرار منقسم في منظمة أخرى في البحرين Full of Brave، وفاز على المقاتل البحريني في ذاك القتال. يعني على فكره الرياضي يمكن المقاتلين العراقيين بالاخص في الفترات الاخيره نشوفهم في عده تطور كبير في النزال الارضي. هذا يختلف، هذا بدايه الجوجيتسو، هذا بدايه الجوجيتسو. يعني كل اكثر المقاتلين العراقيين يقوم ب موي تاي عندهم باع طويل، خاصه في الامارات معروفين الفريق الموي تاي العراقي. نشوف ايضا امين سر الاتحاد العراقي اللي اعلن مؤخرا، ايضا هم المدربين رائد جميل عباس، احمد جميل، الاخوه اللي بدوا في نقطه المختلطه في العراق. مؤخرا أعلن الاتحاد العراقي للأمامين في النقطة المختلطة وأخذ رئاسة الاتحاد رائد جميل عباس. عيسى السالم يؤخذ على قصر القامة، بس الزين في هذا النزال عندك مقاتل يتوفر في كل الشروط، قصير القامة، عنده اسم كبير ومبتعد عن القتال لمدة 7 سنوات. إذن يدخل عيسى سالم مشاهدينا الكرام إلى قفص محاربي الإمارات وثاني نزالات الليلة. Let's get the action started. Our next stop is in the UAE Warriors Bantamweight Division, and it's here for 3 5-minute rounds. Asia's first fighting out of the blue corner. Here's a Sanda fighter standing 5 feet 5 inches tall, official weight 133.4 pounds. He has a professional record of 2 wins, 1 loss from Oran, Algeria. Please welcome Abdulkader Suhan. And on the other corner, across the cage, fighting out of the red corner, he is a jiu-jitsu specialist standing 5 feet 6 inches tall, official weight 134.5 pounds. He has a professional record of 5 wins, 4 losses from Baghdad, Iraq. Let's welcome, it's a Boyka Saleh. دان موحدي الحكم المتواجد في ثاني نزالات اليوم، عبد القادر امام عيسى سالم الملقب ببويكا. يبدا النزال اعزائي المشاهدين، النزال الثاني في لهذه الليله، النسخه العربيه 11 لمحاربي الامارات والنسخه 41 بالاجماع. طبعا هذا خطا ما اعرف كيف ابرره، يتقدم للامام بدون ما يضرب اي ضربه، عبد القادر ينتظره بضربتين رجعته للخلف، ما اعرف كيف مقاتل محترف يتقدم للامام بدون ما يسوي اي ضربه للامام، وقفات متعاكسه. شوف الهدوء باين على عبد القادر بشكل كبير. هل هو هدوء ولا هي الخبره اللي قاعد تقول له انه وفر طاقتك تم داخل القفص من 7 سنوات، يجوز ذكاء مقاتل مخضرم مثل عبد القادر. يعني كان او توقيت اول ضربتين كان يعني نطر الدخول المقاتل العراقي واسقط او سدد ركبتين مباشره الى وجهه. اعتقد هذه الضربتين ايقظت عيسى سالم من السبات الشتوي، اعتقد هي بدايه الصيف الايام. عبد القادر قاعد يسوي يعني تخزين للطاقه، قاعد ينتظر، احنا مرت علينا دقيقه واحده ونشوف محاكاة هناك. على فكرة ركلة عالية ممتازة من عيسى السالم، بس اللي طريقة تخمد فيها الركلة العالية انه تتقدم الى المقاتل، هي كانت ركلة هيل كيك خلفية، يعني ضربة بالكعب، ضربة قوية طبية سريعة جميلة من عيسى السالم، كاونتر بانشنج، يعني رد المقاتل ينتظر يتقدم للامام ويعطيه خطافية اللي هي تكون خلف الايادي الامامية، لما تحط الجاب كروس يخليها وتحس كانه الثقة قامت تصير، كل المقاتلين صار عندهم ثقة. عبد القادر قاعد يتحدى المقاتل الشاب، فرق بيناتهم حوالي 7 سنوات، 33 امام 27، يقول له تعال تريد تسحب ذيل الاسد في العرين الاسد، حاول تتقدم للامام. طبعا من صالح عبد القادر هو
المسافه القصيره بسرعه فقط هو، والان عم نشوف محاوله السيطره على ظهر محمد كفر عبد القادر. قوه جسمانيه لكل المقاتلين، بس شوف عبد القادر كانه عنده ما شاء الله قوه، يعني عضلات يمكن ما تساعده في الجولات الاخيره، لكن يساعدك لاكتيك اسيد بسبب كميه العضلات اللي تشيلها وياك. بدأ طريقة عيسى تصير مشابهة لطريقة قتال عبد القادر سواري اللي هي خطافيات. الوقفات متعاكسة. تأني كبير من عبد القادر في أول جولة من جولات النزال، ردات فعل كانت جيدة يعني وصولا إلى نصف الجولة. شوف هناك فارق أيضا بال يعني الكتلة العضلية للساق عبد القادر اليمين، وانظر إلى الساق اليمين للمقاتل العراقي، فرق. وتحس كأنه الساق اليمين أو الفخذ اليمين لعبد القادر أكبر من حتى من الفخذ اليسار. تقدم الأمام من قبل المقاتل العراقي، حاولت إسقاط من قبل المقاتل الجزائري، وسيطر على ظهره قاعد يحاول يسقطه. عم يستعجل عبد القادر، كان مسيطر على الجناء ولكن حاول ياخذ الظهر عفوا الخنقه بشكل سريع، والان يعني حصل على انه هو عكس الوضعيه، والان هو بالوضعيه السفلى. وانقلب السحر على الساحر، او انقلب الطاوله على المقاتل الجزائري. شوف هسه الان المفروض عيسى سالم يكيد الضربات بهاي الطريقه عند حوالي 100 ثانيه، بس فقد الافضليه، كان المفروض يحط ني اون بيلي، اعتقد يقدر يتحكم فيه كان اكثر بهالطريقه، بس لو خصوصا الظهر المقاتل الجزائري كان للسياج. الخطا اللي ارتكبه عبد القادر انه كان مسيطر على جذع المقاتل العراقي، ولكن قبل ما يحط الهوكس ويسقطه على الارض توجه الى حركه الخنق، مما ادى الى عكس الوضعيه، والان رجع القتال الى منتصف القفص. تحس طارق ان المبادره تكون من المقاتل الجزائري، ولكن النهايه تكون لصالح المقاتل العراقي. اللمسات الاخيره انهاء الحركه ما عم تكون لصالحه، لهيك عم نشوف انه دائما هو بيبدا الهجوم بيوصل لوضعيه جيده مبدئيا، ولكن تنتهي لصالح المقاتل العراقي. تلاحظ ايضا الفم مفتوح من قبل المقاتل الجزائري. ركلات، على فكرة ركلات المقاتل العراقي قاعد تأثر بشكل جيد على رجل اليسرى للمقاتل الجزائري. تصور اعتقد بس البياضة الشديد صراحة يبين عليها الضربات. لا لا، بس يوم تكون عندك رياضة عضلة كبيرة. شوف شوف شوف، راح اتوقع ضربة قاضية، انا راح اروح واقول لكم راح تكون ضربة قاضية. واحد من المقاتلين، ما اقول لك من، بس اقول لك واحد من الضربات قوية، كل المقاتلين عندهم قد قوة جسمانية، وممكن ينزل في اول يعني في من ضربة واحدة فقط. باقي 30 ثانية مع اعزائي المشاهدين من ثلاث جولات، احنا 30 ثانية من الجولة الأولى، خمس دقائق، واعتقد النزال قريب جدا. ما نعرف من لصالح من، هل هي يعطوها القضاة اللي عنده شراسة داخل قفص أكثر، ولا لأي كان أقرب إلى الإنهاء؟ أقرب إلى الإنهاء كان المقاتل العراقي، الشراسة بالبداية قاعد تصب لصالح المقاتل الجزائري بالبداية. 10 ثواني. نذهب إلى الجولة الثانية. بكل الأحوال نزال ممتع، بس أتمنى يكون هناك تسلسلات أكثر. طارق مو تحس إنه كانوا قاعد يحاولون ينهون النزال بضربة واحدة أكثر، ما عندهم تسلسلات كثيرة. صحيح، ودائع، وكمان مرة أخرى بذكر بأنه عبد القادر عم يحاول يقفز بضرباته بدل ما يحاول ياخذ خطوات متعددة ليقترب من الخصم، وخصوصا إنه في فرق بالطول. لكن يعني ببداية المباراة كان التوقيت جيد وهو لصالح عبد القادر، ولكن لاحقا تمكن من المقاتل العراقي بعكس بعض الوضعيات وكانت الأفضلية لصالحه. هاي الركلة العالية اللي كان ممكن تصيب بس خابت، وبالعكس انقلب السحر، انقلبت مايدة، خلينا انقلب السحر على الساحر. ثاني جولات النزال مشاهدينا الكرام. نعم، تبدأ ثاني الجولات. عبد القادر أمام عيسى سالم. الجولة كانت الأولى متقاربة جدا بين المقاتلين. المقاتل العراقي بالسروال البنفسجي والأصفر، المقاتل المغربي عفوا الجزائري بالسروال الأخضر. القفازات البيضاء يلبس المقاتل عبد القادر السواري، وضربه قويه، بدا يفتح النزال، بدا شويه شويه يفتح النزال. المقاتلين قال لك احنا ما عرف انه فاز بالجوله الاولى، خلي احاول اكسب بالجوله الثانيه، وهذا اهم شيء ممكن تسويه. وهي
اللي لازم يقاتلها عبد القادر، لازم يدفع بالقتل العراقي على السياج، يمنعه من انه يهرب الى الوراء، وخصوصا خصوصا ان الخطه مثل ما لاحظنا على عبد القادر هي الاسقاط على الارض والقتال الارضي. المشكله عبد القادر مرات احس كانه قاعد يتحور بالضربات، لو هناك ركلات مستقيمه او ضربات ستيف جاب من المقاتل العراقي ممكن يكمل عليه بضربه كروس ينهي النزال، لان قاعد تشوف ايديه بين الايدين الاثنينهم في طريق مستقيم الى الوجه. ركله قويه الان من عبد القادر، رد عليها بركله المقاتل العراقي. المقاتلين كل مقاتل يحتاج تسلسلات اكثر، قاعد ينتظرون، احس كانه ضياع وقت، انت قاعد تحاول تسيطر الا قاعد يخافون من التعب، وهذا ما المفروض. ثلاث جولات ما عندك مشكله، انت خمس دقائق 15 دقيقه من القتال، المفروض كمقاتل محترف تكون متحضر لهذا الوقت. تمويه من قبل عيسى سالم، عبد القادر يتراجع الى الخلف، وضربة قوية رد عليها عبد القادر، بس الأولانية أعتقد لبست إذا من زاوية أنا ما شفت، أعتقد كان هناك حركة رأس من قبل المقاتل عبد القادر سوانا. طبعا مع مرور الوقت صدى القفص يختفي من قبل المقاتل الجزائري، يعني الثقة راح تزداد أكثر وأكثر. وقت مشكلة اللياقة، هل هو عنده اللياقة؟ لأن مهما تعمل سبارينج صح ولا لا طارق، مهما تسوي سبارينج أنت بداخل داخل القفص وضعية مختلفة جدا. القتال أمام الجماهير في بلد آخر تحت أضواء الكاميرات وهيبة منظمة محاربين الإمارات طبعاً تلعب دور كبير على اللياقة. تحدي من قبل المقاتل الجزائري، قال له حط إيديك ورايا تعال ضربني، حاول المقاتل العراقي ما قدر يصل إلى رأسه، أعتقد الركلة كانت أعلى من اللازم. تمويه، شوف المقاتل الجزائري يعني يساري هزت المقاتل عيسى سالم، بس يقول لا كانت على كتفي، بس ما اعرف يعني نشوف. ارجع واقول القوه الجسمانيه للمقاتل الجزائري صراحه تثير الاعجاب، لكن مع النتابه يعني صح. سدد لكمه قويه، ولكن يعني عم يفتح المجال للمقاتل العراقي بانه يستجمع يعني المقاتل الجزائري كانه يحاول يعطي مسج او رساله للقضاة انه انا ما قاعد اتاثر. المشكله مرات القضاة يضايقون منها، يقول لك ما تقول لنا ايش نسوي، احنا نعطي النقاط. بكل الاحوال المقاتل الجزائري يبدي ما قاعد ينهي، المقاتل العراقي قاعد ياخذ الضربات في منتصف اللي قاعد يسوي كاونتر بانشز او ضربات مضاده معاكسه، بس ما قاعد يكمل عليها يعني ضربه بضربه. نزال صعب الحكم عليه، باقي حوالي 90 ثانية في الجولة الثانية. أعزائي المشاهدين معكم رياض الطائي وماجد المرزوقي، بالإضافة إلى البطل اللايت هيفي ويت اللي هو منظمة محاربي الإمارات طارق سليمان. طبعا يسعدنا وجوده وعودته إلى منظمة محاربي الإمارات، نتمنى نشوفه بهذا النزال، ننتظر على نهاية السنة بالكاد. أوه يسارية قوية الآن من المقاتل العراقي، واشتد النزال في الأخير من الجولة الثانية. اليساريات قويات بس صح ضرب على كتفه، بس تعرف يمكن القضاة ما يشوفون كانت على الكتف لأن قاعد يتأثر فيها. الشراسة بنظري هي لصالح المقاتل العراقي، دائما هو بالضغط، حتى لو تلقى ضربة عم يترك له عبد القادر المجال بأنه يضغط مرة أخرى. تصور يعني أعتقد بداية الشراسة أحس عبد القادر يبدي في البداية بس ما يكمل، بس ما عم نشوف تأثير الضربة، الضرر أظن صالح أكثر، قاعد أشوف الضرر، أنا أحس الضرر قاعد يصير أكثر على المقاتل الجزائري. طبعا تفاعل من قبل المدربين العراقيين، عيسى سالم قاعد ينتظر، عبد القادر احسه قاعد يتحرك، حركات جيدة، سيطرة على منتصف القفص للمقاتل العراقي عيسى سالم، كان دخول من عبد القادر الجزائري. يعني شوف هذا الاكستشينج اللي قاعد تقدم الامام المقاتل الجزائري، المقاتل العراقي قاعد يسوي كاونتر بانشينج. المشكلة بالرغم من ما عندك ضربة قوية، نحن نعرف جوزي ألدو قضي عليه بهالطريقة من قبل كونر ماكغريغور، كان يتراجع الخلف وعطى كاونتر بانش، بس كان عنده تأثير أكثر. لاحظ ثقة من قبل المقاتل الجزائري. جولة أولى وجولة ثانية يمكن رياض يعني قريبة جدا، صعب تحديد هوية الفائز بالجولة. يعني لو واحد قال جولة بجولة أصدقه، لو واحد قال جولتي للجزائري أصدقه، لو قال واحد جولتي للعراقي أصدقه، أنا يعني أصدق كل شيء اليوم.
وبالتالي الجولة الثالثة والأخيرة راح تكون جولة الحسم بالنسبة للمقاتلين المتواجدين داخل قفص محاربين الإمارات عبد القادر بعد انقطاع 7 سنوات، وأيضا كذلك المقاتل العراقي عيسى سالم. طبعا اليوم أيضا هناك مقاتل عراقي آخر اسمه حسين سالم، بس ما مو أخوه ولا إيش، بس تشابه اسمه. عم نشوف بالإعادات الضربات عم تكون قصيرة من قبل عبد القادر، يعني صح عم يضغط ولكن ما عم توصل الضربات إلى وجه عيسى سالم. صح كأنه عيسى يسبحون في مياه الخليج صراحة. والله يعني شو ما قاعد توصل. عجبتك مياه الخليج صح؟ ترمح معنا جائزة التشبيهات اليوم. الجولة الثالثة والأخيرة أعزائي المشاهدين، دان موحدي يعني بداية الجولة الثالثة والأخيرة، المقاتل الجزائري عبد القادر سواني في السروال الأخضر والقفازات البيضاء، المقاتل العراقي عيسى سالم بالقفازات السوداء والسروال الأصفر والبنفسجي. تحركات تمويه من قبل المقاتل العراقي. تغيير وقفات، المشكلة ما تغير وقفات وكل المقاتلين قاعد يضربون ضربات على الفخذ، يمكن نشوف لنا ضربة تحت الحزام. ردات الفعل الآن، كاونتر بنش من عبد القادر، ركلة من العراقي عيسى سالم. يعني ما أعرف ليش قاعد ينتظرون، إذا ما متأكد من فوزك بالجولة الأولى والثانية المفروض تعطي لنفسك نظرة تشاؤمية وتحاول تهاجم. ما عندنا اي اكشن بالبدايه، ممكن دائما واحد على فكره يقول لهم المقاتلين حاولوا تسوون يعني حاولوا تقاتلون، تجايين هنا تقاتلون مو تضيعون دقيقه كامله بالجوله الثالثه تتفرجوا على شعر المقاتل الاخر شو قاعد يتلخبط ولا لا. يعني عبد القادر الان عم نشوفه انه ناطر، يمكن ناطر انه يهجم بال نصف الجوله الاخيره. قلت لك هناك وقع واقف فم المقاتل العراقي، واقف فم وقع واسقاط، اسقاط في توقيت مناسب، واقف فم دار موحد يلزمه ويحاول يحطه يوقف القتال بس عشان يكمل، وفعلا اسقاط بدون خساره الافضليه من قبل المقاطعه والسحبه، وقاعد يصعد الى وضعيه الهاف جارد، لا يرجع للجارد. وضعيه الجارد الان لصالح المقاتل العراقي بعد اسقاط كان ممتاز، توقيت ممتاز في هذه الجوله، يمكن تعطي هاي الجوله، فهو كل اللي يحتاجه يفوز بهاي الجوله يحتاج جوله اخرى لكي يفوز بالنزال. وتبقى عند القضاة، المشكلة انه عنده وقت كثير للمقاتل العراقي، المقاتل الجزائري قاعد يحاول المفروض يطلع شنو الخطة بالطبيعية، يحط ظهره الى السياج ويحاول يصعد يوقف. استمر الضغط من قبل المقاتل العراقي عيسى سالم. عيسى سالم خليفته بالجوجيتسو، المفروض يحاول ما يبعد عن السياج. عم يتصرف بطريقه صحيحه، عيسى سالم عم يحاول يضغط براسه الى تحت راس عبد القادر. عبد القادر تحسون فيه التعب؟ لان شوف التنفس مالته صار يعني نوعا ما نعم. شالو اللي هو قصير. تعليمات مستمره من المقاتل العراقي. ضربات بالكوع قويه. سيطر حوالي دقيقة وعشرين ثانية لحد الآن لصالح المقاتل العراقي. المقاتل عبد القادر قاعد يحاول يطلع ويمكن ياخذه، قاعد يحاول اعتقد يحاول يدخله في تراينجل تصور، او كانت اعتقد بداية كان يحاول يذرعه للامام. لازم يدفع عبد القادر، لازم يدفع براس عيسى سالم الى الاسفل لحتى يترك لنفسه مساحه يحاول يسحب نفسه على السياج. المشكله يبعد عن السياج، شوف هاي الطريقه صارت لما كان غايب عبد القادر سوانا عن النزالات، نعرف انه الطريقه كيف تصعد على تطلع من الوضعيه تحط ظهرك على السياج وتحاول تتسلق بظهرك على السياج وتطلق، بس عبد القادر ما قاعد يسوي هالنظريه، قاعد يسوي طريقه قتال قديمه، لما سووا لقاء مع عيسى سالم قال له شنو تعتقد نقطه ضعف خصمك؟ عيسى سالم قال المشكله انه ما طور نفسه. عبد القادر اسم كبير ولكن ما طور نفسه لان 7 سنوات مختفي عن النزال، اعتقد بهذه اللحظه يمكن قاعد نشوف اللي توقعه صحيح. مقاتل عبد القادر باقي حوالي 70 ثانية، المشكلة تأخير الوقت ضده. حلاوة في النقطة المختلطة، عبد القادر ممكن ينزل بضربة قاضية.
يعني شوف الركن المقاتل العراقي قال له اخذ راحتك انت عندك وقت لانك فايز بالجولة. هاي ما اعتقد الطريقه الصحيحه. المفروض القاتل تنهي النزال لان تماما مضمون لك. انا اعتقد الجوله الثالثه صراحه ذهبت لعيسى سالم بس ما تعرف شو صار بالجوله الاولى والثانيه. واعتقد هناك كسر للضلع بقبل المقاتل عبد القادر الصوانل اللي هو صحيح يعني الايسر اجل اليسرى لاحظت انه حط ايده على ضلعه اكثر من مره. وهي اشياء ما ممكن تزيفها يعني ممكن جسمك يطالبك انه تغطي الضلع المكسور. هي اعتقد الضلع من الاسفل يمكن العاشر. كلام من عبد القادر ضربات قويه. عبد القادر يحس ان النهايه جبت النهايه. اسقاط اخر من عيسى سالم. عيسى سالم ممكن اكد على تفوقه في هذه الجوله بهذه الحركه. 10 ثواني. وينتهي النزال بهذه الوضعيه. نعم ينتهي النزال يعني شوف الفرحة المبدئية من قبل الركن المقاتل عيسى سالم وبانتظار الإعلان الرسمي بكل تأكيد. على فكرة شوف الضرر. شفت الضرر على وجه العين اليمنى لعبد القادر سوانا. نعم يا الله يا الله. وهناك تهنئة من قبل المدربين المقاتل العراقي. يا الله يا الله هناك اقتناع من قبل الركن المقاتل العراقي الركن الأحمر بفوزهم. أعتقد هناك طريقة مشية المقاتل الجزائري هو يقتنع أنه خسر نزال ولكن القضاة عندهم يمكن رأي آخر. نذهب إلى القرار الرسمي بصوت مايكل بيل. بقرار اجماع القضاة 30-27 30-27 29. يعني احد القضاة اعطى الجولة يمكن الثانية لصالح المقاتل الجزائري. نعم الفوز يذهب للمقاتل العراقي عيسى بويكا سالم.